ما فيش شك ان الشعر هو تاج المرأة، لكن في نفس الوقت التاج دوت ساعات كتير جدا بيتعرض لكثير من الامراض، خاصة ان الشعر دوت بيعتبر جزء حيوي جدا في جسم الانسان، لان هو بيبقى ليه ساق وبيبقى ليه جذور. يعني الجذور ديت ممكن نعتبرها ان هي بتبقى المركز بتاع نمو الشعر، وبتكون غنية بالاوعية الدموية وبالاعصاب، وكمان الشعر بيبقى ليه عضلات غير ارادية بتسمى ناصبات الشعر. النهاردة الحلقة بتاعتنا هتدور حول أمراض الشعر اللي بيتعرض ليها وطرق علاجها وإزاي إن احنا نتفاداها. تعالوا معانا ونشوف حلقتنا النهاردة. في البداية الشعر بنقول عليه إنه كائن حي بيمر في نموه في ثلاث مراحل معروفة. المرحلة الأولى هي مرحلة البناء، الشعر بينمو بمعدل 4 ملي في الأسبوع. المرحلة الثانية هي مرحلة السقوط، الشعرية خلاص اتكونت فبتبتدي تصعد. المرحلة الثالثة هي المرحلة الانتقالية اللي هي ما بين مرحلة السقوط ومرحلة البناء. الحقيقة جسم الإنسان عزيز المشاهد فيه 5 مليون شعرة، منهم في الرأس فقط فيه 1 مليون شعرة، في فروة الرأس فيه 100 ألف شعرة فقط. وإذا حسبنا حسبة بسيطة إن الشعر فروة الرأس فيها 100 ألف شعراية، وإن المرحلة الانتقالية حوالي 3 شهور يعني حوالي 100 يوم، وان المرحله الانتقاليه بتكون من 5 الى 10%، فبحسبه بسيطه عزيزي المشاهد بنقول ان سقوط الشعر الطبيعي بيكون من 50 ل 100 شعره يوميا. ده يعتبر سقوط الشعر الطبيعي. اذا اتكلمت عزيزي المشاهد عن انواع سقوط الشعر، ففي نوعين لسقوط الشعر. في سقوط الشعر المؤقت اللي هو عباره عن نوع من سقوط الشعر لو ازيلت الاسباب بيبتدي يتصلح، وفي سقوط الشعر الدائم اللي هو مهما ازيل الاسباب الشعر عمره ما بيتصلح. على سبيل المثال في سقوط الشعر المؤقت بنلاقي ان في اسباب كثيره جدا لسقوط الشعر المؤقت. على سبيل المثال التغيرات اللي ممكن تحصل في الهرمونات، زي تناول حبوب منع الحمل، زي زياده افراز الغده الدرقيه، او زياده او نقص افراز الغده النخاميه الموجوده في قاع المخ، او زياده افراز الغده الفوق كلويه وهكذا. الحاجه الثانيه في اسباب تؤدي الى سقوط الشعر المؤقت، زي اللي هي تناول بعض الادويه والعقاقير، زي الادويه اللي بتؤخذ في الاورام، او زياده جرعه فيتامين الف عن حد معين ممكن تكون ليها اثر سلبي وتكون السبب في سقوط الشعر، او بعض الادويه اللي بتؤخذ في التجلط ممكن تكون السبب في سقوط الشعر المؤقت. المجموعه الثالثه تتعلق بالتمثيل الغذائي لجسم الانسان. على سبيل المثال سوء التمثيل الغذائي بالنسبه للكبد، ايضا سوء التمثيل الغذائي بالنسبه لهيموجلوبين الدم وللحديد، ايضا نقص كميه الزنك في الدم، ودي كلها اسباب كثيره جدا. الموضوع الرابع او المجموعه الرابعه هي مجموعه الثعلبه، اللي هو عباره عن فقدان مؤقت للشعر في منطقه محدده سواء كانت في الذقن او الشارب او الشعر. عزيزي المشاهد كل الكلام اللي انا قلته دي عباره عن مجموعه من سقوط الشعر المؤقت، اللي لو انا شلت الشعر السبب بتاعه يرجع الشعر يتكون من جديد. لكن هناك مجموعه من سقوط الشعر الدائم اللي مهما اعمل فيه مش ممكن الشعر يتصلح الا لو تدخلت جراحيا. على سبيل المثال سقوط الشعر المصاحب للحروق، او سقوط الشعر المصاحب للاورام، او سقوط الشعر المصاحب ببعض الالتهابات البكتيريه زي السل لو اصاب فروه الراس، او سقوط الشعر المصاحب لبعض الفيروسات لو اصابت فروه الراس زي مرض الهربس العصبي لو اصاب فروه الراس، او سقوط الشعر المصاحب لمرض الليشمانيا وهكذا. دي مجموعه ثانيه عزيزي المشاهد بيتكون فيها ندبات، وبتكون هذه المجموعه لابد من التدخل العلاجي لعلاجها. المجموعات دي كلها لو اتكلمنا منها عزيزي المشاهد بنسميها الاسباب المرضيه لسقوط الشعر. هناك الاسباب مجموعه اخرى بنسميها الاسباب الوراثيه الخلقيه، وطبعا انا بقصد بيها الصلع. الذكور بيمثلوا الغالبيه لسقوط الشعر والصلع، لكن احنا بنشوف حالات من الاناث اللي عندهم صلع وراثي. والحقيقه الصلع الوراثي بينتقل اغلبه في العائلات عن طريق الام. بنلاقي البنت او الست اللي عندها صلع وراثي بتكون والدتها او عمتها او خالتها عندها هذه الطريقه، بينتقل الصلع الوراثي عن طريق الام بنسبه اكبر. احنا بنقول عايزين مشاهد الصبغات نوعين، في الصبغات النباتيه زي الحنه، ودي بتعتبر صبغات مفيده بالنسبه للشعر اللي هو الشعر الدهني. لكن في بعض انواع الشعر اللي هو الشعر الجاف بننصح ان هذه الحنه بنخلطها ببعض انواع من الزيوت علشان ما تؤديش الى تقصف الشعر. لكن في نفس الوقت بعض الصبغات الصناعيه اللي هي بتكون 4 انواع. في الصبغات الصناعيه المعدنيه المخلقه زي كبريتيد الرصاص، ودي فيها ماده الرصاص، وماده الرصاص بتضر بجسم الانسان. مادة الرصاص ممكن تؤثر على النهايات الحسية لجسم الإنسان، وبالتالي ممكن يكون ليها تأثير سلبي على صحة الإنسان، عشان كده كبريتيد الرصاص أو الصبغات المعدنية دي محرمة دلوقتي. في نوع تاني من الصبغات اللي هو الصبغات العضوية المخلقة.
اللي هو انواع معينه من الشامبوهات بتستخدم في الشعر بتقعد لمده اسبوع او 10 ايام وبعد كده ممكن الانسان يشيلها او يغسلها بتروح بتزول، ودي من الصبغات العضويه المخلقه مستحبه لينا في مجال جراحات التجميل. النوع الثالث اللي هو ما يسمى بالصبغات شبه الدائمه، ودي نوع من الصبغات الوزن الجزيئي بتاعها قليل، وايضا دي من نوع من الصبغات المستحبه. النوع الرابع اللي هو الصبغات المؤكسده او الدائمه اللي فيها ماده الامونيا او ماده الاكسجين النشط، وكلاهما ليه تاثير سلبي على جسم الانسان وممكن يؤدي الى سقوط الشعر ولا ننصح باستخدامها. عشان كده عزيزي المشاهد يا اما هتستخدم صبغات طبيعيه زي الحنه، يا اما هتستخدم صبغات صناعيه بنوع من نوعين، يا اما الصبغات العضويه المخلقه يا اما الصبغات شبه الدائمه. هناك بعض العادات الضاره عزيزي المشاهد اللي ممكن تضر بالشعر، على سبيل المثال طريقه سحب الشعر، دي طريقه بنشوف الست او الام بتسحب شعر بنتها وبترجعه لورا او بتعمل ضفائر مدوده، دي كلها حاجات بتؤثر على نمو الشعر وبتؤدي الى سقوط الشعر، دي من ناحيه. ايضا شد الشعر بالاستك، دي من العادات الخاطئه اللي تؤدي الى سقوط الشعر. استخدام السشوار بطريقه معينه بيؤدي الى سقوط الشعر. طريقه فرد الشعر عن طريق المكوى اللي بتحرق الماده الكيراتينيه المكونه للشعر بتؤدي الى سقوط الشعر سقوط دائم ومش ممكن بيتصلح او بيرجع، دي كلها عادات تعتبر خاطئه للمعامله مع الشعر. ثبت علميا ان هي قص الشعر لا توجد اي علاقه مطلقه بين قص الشعر وتطويل الشعر، ودي تعتبر من العادات الخاطئه اللي احنا ممكن بنسمع عنها. في النهايه عزيزي المشاهد اللي هو دور جراحات التجميل في علاج سقوط الشعر، الحقيقه احنا بنتعامل مع سقوط الشعر بخمس طرق مختلفه. الطريقه الاولى اللي هي عباره عن زرع بصيلات تؤخذ من مكان وتوضع في مكان اخر، ودي اتطورت دلوقتي وبقينا بنستخدم ما يسمى بالمايكروجرافس والمينيجرافس. المينيجرافس عباره عن قطعه من جلد شعر فروه الراس فيه شعر او شعرتين، والمايكروجرافس بيكون فيه من 3 إلى 7 شعرات، وبيتم زرعهم في الشعر بطريقه معينه، ودي من الطرق اللي ادت نجاح كبير جدا على مستوى العالم. الطريقه الثانيه استخدام نوع من الشعر الصناعي ما يسمى بالبايو فايبر، والحقيقه دي الى حد معين مكلفه الى بعض الشيء. الحاجه الثانيه انها ممكن تدي اثار جانبيه، لكن في حالات كثيره جدا بتنجح فيها وبيبقى تفضل مع الانسان طول فتره حياته. النوع الثالث جراحات التجميل بتعمله ما يسمى بلف شرايح الجلد، ان انا لما يكون المنطقه الاماميه فاضيه باخد شريحه من الجنب واغطيها من الامام، ودي بتبقى من العمليات الناجحه جدا في بعض الحالات وبتبقى الانسان انتهت المشكله بالنسبه له. الطريقه الرابعه اللي بنستخدمه في جراحه التجميل ما يسمى بتصغير فروه الراس، ان لو عندي شخص عنده المنطقه الاماميه فاضيه بمسافه حوالي 15 سم بعرض حوالي 6 سم، بنعمل عمليه بنشيل حوالي 15 سم في 3 سم، وبعد حوالي 6 شهور بنشيل الجزء الباقي، والانسان بيرجع في خلال 6 اشهر بيكون الشعر كما كان. اما الطريقه الخامسه عزيزي المشاهد فهو ما يسمى بزرع جهاز تحت فروه الراس او ما يسمى بمولدات الانسجه، ان انا بزرع جهاز ليه شكل محدد، قد يكون هلالي، قد يكون دائري، قد يكون متوازي مستطيلات وغيره، في المكان اللي فيه شعر، وبعدين ببتدي احقنه بمحلول كلوريد الصوديوم او بالهواء بحيث انه يكبر بحجم معين، وبعد حوالي 5 أسابيع أو 6 أسابيع بيتم ازاله الجهاز وبنشيل المنطقه الفاضيه اللي كان فيها شعر وبنرجع الجلد كما كان. والحقيقه هذه الطريقه من الطرق اللي احدثت نجاح فائق على مستوى العالم، وبقت المشكله دلوقتي وداعا للصلاح. عشان كده عزيزي المشاهد بقول لك في نهايه كلامي، ارجع لطبيعه اكلك، ارجع للعادات الطيبه بالنسبه لمعاملتك لشعرك، حاول انك انت تبعد عن العادات السيئه، كده هتقدر تحافظ على شعرك. انما اذا حصل صلع وراثي او حصلت بعض الحروق في مرض الراس او ما الى هذا، اطمن جراحات التجميل بتقدر تلعب دور كبير جدا وتخلصك من هذه المشكله. كلمة أخيرة عايز أقولها عزيزي المشاهد ما يتعلق باستخدام أنواع معينة من الحقيقة الأمشاط. إحنا دايما في الشعر الأملس بنقول ما تستخدمش المشط البلاستيك، لأن المشط البلاستيك فيه شحنة كهربائية ممكن تأثر على الشعر وتؤدي إلى سقوطه، فعشان كده استخدم المشط اللي موجود من المعدن أو من الأبانوس أو من العاج. أيضا في نصيحة تانية بنقولها لك عزيزي المشاهد، إن في بعض الناس بتستخدم البلسم وبالذات ذوق الشعر الأملس، فالحقيقة الأملس البلسم مشكلة كبيرة جدا، لأن ممكن البلسم يؤدي الى سقوط الشعر بكميه اكبر، لانه بيخلي الشعره الساقطه بتلزق في شعره سليمه والاثنين يساقطوا مع بعض.